41 مدينة و60 دولة وفائز واحد World Entrepreneur of the Year. وعلى الوعد من عمان لمونتي كارلو لحتى نكون موجودين معكم بتغطية حصرية فقط على رؤية لحتى نقابل شخصيات مهمة جدا بعالم المال والأعمال. الحدث الأهم في عالم المال والأعمال هذا العام وكل عام، الريادي الأول بالعالم مع إرنست أند يونغ، وإحنا هلأ رح ندخل لحتى نكون موجودين بافتتاح The Entrepreneur of the Year لهالسنة 2014. أول مقابلاتنا كانت مع السيد وضاح برقاوي. ما زلنا عم نتابع معاكم لحظة بلحظة يوم الافتتاح بمونتي كارلو. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وسلامة. هي صار عادة سنوية نحتفل فيها إحنا والانتربنورز بالأردن، وريادة الأعمال عم تكبر وعم تكبر. مثل ما شفتي اليوم كاين في 10,000 متسابق متقدمين للجوائز في 60 دولة بالعالم، منهم أجا 60 واحد من 10,000. أهمية الجائزة عم بزيد على مستوى العالم وعلى مستوى الأردن الحمد لله. فإحنا سنة أول سنة قررنا على مستوى العالم وعلى مستوى الأردن إنه نعمل مؤتمر للشركات العائلية المتميزة في دولها. فإحنا سنة اخترنا سيد ميشيل الصايغ يمثل الأردن في هذا المؤتمر للشركات العائلية المتميزة. عم بتحس إنه فرصتنا بالفوز بالريادي العالم أو الريادي الأول بالعالم عم تكبر سنة ورا سنة؟ أكيد أكيد، لأنه مستوى المشاركة عم بيزيد ومستوى الانترست فيها من بالأردن وغير الأردن بالمنطقة العربية عم بيزيد. فإن شاء الله. معنا السيد ماهر الدورة اللي حضرتك كنت موجود ضمن لجنة الحكم بالأردن، تحكي لنا كيف تم الاختيار بالأردن بداية؟ شوفي، أول إشي المرة هاي لحنا سوينا مواصفات واضحة، هي دائما بتكون وضحناها أكتر، وصارت عملية الاختيار مبنية على تصويت بناء على المواصفات الموجودة. حطينا 6 مواصفات، وكل كل بند تم من هالججز الموجودين صوت عليه، جمعنا الأصوات، واللي أخذ أكتر صوت هو اللي فاز. تمام؟ مثال إنه نحن حدد من المواصفات كيف الموجودة إنه هو استراتيجيته، الإدارة المالية تبعته، كيف هو بتعامل مع السوق، عرفت علي؟ ففيها مواصفات واضحة ومحددة. إذا صار في اختلاف كان يصير في نقاشات، ولكن مرة هاي ما صار في اختلافات عشان الأمور طلعت بوضوح وكثير. بنفس الوقت نحن اللي تم اختيارهم عم نحاول نحن نلقي الضوء عن الناس اللي عندهم أنجزوا كتير، بس مش من الناس اللي دائما بنقول بالإنجليزي the usual suspects، الناس المعروفين. لا، عم نحاول نجيب ناس أنجزوا حتى نقدر نشهرهم ونسلط الضوء عليهم، ياخذوا تجربة عظيمة من خلال الجادجينج، من المشاركة مش بس بالأردن، واللي بيفوز يجي على هون على مونتي كارلو. فكانت تجربة حلوة ومهمة، وللناس الآخرين الأنتروبونوز أو رائدين الأعمال لما يتفرجوا على الناس هدو بصير بقول أنا بدي أكون زيه، أنا تعلمت. عشان إحنا إيش بدنا؟ زي ما نقول إحنا بدنا ننشر هالفيروس الإيجابي في كل الأردن، حتى الكل يقول أنا ما بدي أنا أشغل وظيفة، أنا بدي أخلق وظائف. A
سامر حلاوة عم بشارك معنا الكونتري وينر من الأردن. أولاً ألف مبروك مرة ثانية. الله يبارك فيك، تسلمي. يعني من عمان لمونتي كارلو أكيد كان المشوار طويل، والمشوار كمان كان فيه جهد كتير كبير وفيه عطاء كتير كبير، تحكي لنا شوي. إحساس كتير حلو غادة، يعني الرحلة صحيح طويلة بس it's worth it، يعني بتستاهل. وصلنا على مدينة كتير حلوة، حوالينا 50 أو 60 وينر من 50 بلد بمثلوا كل واحد بلدهم، including إحنا كمان من الأردن. فالطاقة الانرجي اللي بتحسيها بالجو عالية كتير، الحماس كتير عالي، قابلنا الجادجز، it's a wonderful experience. يعني لأنه بهذا الإيفنت بالذات، هذه الأردن هي الدولة العربية الوحيدة اللي تمثلت 4 مرات، ما في دولة عربية تانية تمثلت 4 مرات. السعودية هاي السنة كانوا أول سنة، وفي دولة تانية، فهذا إشي بخليني أشعر بالفخر. وفعلا هون بحس إنه بيعرفوا الأردن، بيعرفوا إنه كل سنة بيجي حدا من الأردن، وبكون حدا يعني بمثل الأردن بشكل رائع، فإحنا كتير فخورين. فدا الطاهر اللي فازت واللي حصلت على ريادي الواعد بيرنست اند يونغ 2013 بعمان، واليوم احنا عم نلتقي مع فدا مره ثانيه بمونتي كارلو. اهلا وسهلا فيك. اهلا غاده. فدا، بدي اسالك بالاول، قد ايه اليوم كان هيك، ايش كان شعورك وانت عم بتشوفي هالتجمع الكبير لكل الرياديين الموجودين من كل انحاء العالم؟ شعور كتير حلو صراحة، وبيحمس كتير. اليوم كان عندي غدا كتير حلو مع سيدات أعمال من مختلف أنحاء العالم، وهيك بيعطينا دفشة وشعور حلو إنه نتعلم من الدروس اللي كل واحدة فينا تعلمتها خلال مسيرتها. وكمان منلاحظ إنه نحن منشارك تحديات بيشبهوا بعض، حتى إذا اختلفت المحلات اللي نحن فيها، في كتير ناس ناجحين وعندهم خبرة كتير كبيرة ومهمة، ويعني أنا بحس حالي محظوظة كتير إنه أنا موجودة هون اليوم. أما السيد أكرم خريس فحكى لنا أكثر عن طبيعة مشاركته هذه السنة. أكرم خريس كونتري وينر لل 2012، كنا موجودين معه السنة اللي فاتت خطوة بخطوة بمونتي كارلو، واليوم أيضا موجودين مع أكرم، ولكن هالمرة أكرم عم بكون مرشد أو منتورشيب لمجموعة من الشركات، وغدا المفروض إن شاء الله رح يكون المقابلة مع هذه الشركات. مزبوط، بكرة مفروض نقابل 6 شركات من أصل 150 شركة اللي قدموا، رح نشوف نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، نحاول نوجههم انهم يوصلوا للنجاحات اللي ممكن يحققوها. تم اختياري يعني بكل فخر واحد من 9 مرشدين اللي راح يبلشوا بكره يشوفوا هالشركات وتشوف نقاطهم وتشوفوا وين نقدر نساعدهم. يعني التواصل اللي عم بيضل موجود بين إرنست أند يونغ وكل الأشخاص اللي عم بيفوزوا بهالجائزة أكيد تواصل كتير كبير، وأيضا حمل عم بيكبر على هالأشخاص اللي عم بيفوزوا بهالسنة اللي مرقت. أكرم، الجائزة كونتري وينر قدي حطت حمل أكبر على كتاب؟ هو مش حمل، هو الواحد بيشوف حاله سفير تطوعي أكيد إنه يساعد إرنست أند يونغ أكثر، يعني ينشر هاي الجائزة. ودائما بيسألوني الناس إنه شو جابت لك هاي الجائزة، بإيش فادتك يعني؟ فبقول إنه عملت الشركة عندها كريديبيليتي، إلها مصداقية أكثر. طبعا النتورك فظيعة، يعني الواحد هون بيشوف الناس وتعرف عليهم وبيبني عليها علاقات قوية جدا، وفتحت مجالات بجوز إحنا ما كنا شايفينها بمجالات أخرى باستثمارات أخرى اللي إحنا هلأ داخلين فيها. أما السيد ميشيل الصايغ فوصل إلى مونتي كارلو وبدأ بالجلسات الحوارية بشكل مباشر، وأيضا كان هناك جدول مليء بالأعمال والمقابلات التلفزيونية واللقاءات والاجتماعات العملية، وأكيد كان لرؤية نصيب الأسد وحوار خاص جدا مع السيد ميشيل. حضرتك اليوم كنت ايضا مشارك بجلسه حواريه، تحكي لنا ردود الفعل الاولى للمؤتمر؟ يا ستي، انا مشارك في المؤتمر بخصوص الشركات العائليه، والمضبوط اليوم لم يكن النشاط كثير، كان جلسه حواريه واحده، بكره هو النشاط الاكثر.
وكانت تحدثوا ثلاثة من الحاضرين عن تجاربهم بما يتعلق بالشركات العائلية واستمراريتها وكيف كانوا يديروا أعمال شركاتهم أو من سبقهم اللي أعطتهم يعني سبب لاستمرارية شركاتهم لهذا. واحد من اللي تحدث يتحدث عن الجيل الخامس، وهذه طبعا احنا ما دائما بقوله في كل الدراسات، يعني الشركات بالجيل الثالث العائلية 10% اللي بوصل للجيل الثالث، لما يوصل الجيل الخامس حتما في وراء تنظيم إداري. وأنا بقول دائما الموضوع يتعلق كمان بالسلوكيات. فصحيح يعني المؤتمر بكل مقاييسه ناجح، يعني لأنه موضوع الشركات العائلية الآن موضوع هام جدا، وخاصة في بلادنا لأنه إحنا اقتصادنا يعني نسبيا فتي، فنتحدث عن الجيل الثالث شركات قليلة في بلادنا لسه وصلت الجيل الثالث، ولذلك مهم جدا أنه نحضر ونسمع تجارب غيرنا حتى نتعلم منهم. نعم أستاذ ميشيل، حضرتك ذكرت له خص بالسلوكيات، بس لو نوقف شوي عند السلوكيات، إيش قصد حضرتك بالسلوكيات؟ يا ستي اللي هي العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة، يعني مهما نظمت أمور إدارية زي التنظيم إداري، يعني يكون عندك موظفين داخل التنظيم الإداري ممكن يخربوا بسبب سلوكياتهم. في العائلات يعني أهمية العلاقات الاجتماعية والقناعة، يعني هذه من الأمور اللي هامة باستمرارية الشركات العائلية. الآن حتى لو ما نتحدث يعني ما هو استمرار الشركات العائلية، يعني بالعادة يعني بعد جيلين أو الثالث أو الرابع تستمر الشركات العائلية، لكن بفروع من الشركة المؤسس من الأم، يعني فقليلة تندثر لكن بتبطل هي الشركة الأساسية. احنا بنقول انه موضوع العلاقات، رغم نتحدث عن فصل الملكية عن الإدارة لكن برضو نتحدث عن السلوكيات. لو بدنا ناخذ المجتمعات الغربية مقارنة مع المجتمعات الشرقية في هذا المجال، اعتقد انه هن الى حد كبير افضل منا في. السيد شريف النابلسي حكى لنا أكثر عن أهمية الجائزة وأهمية وجوده بمونتي كارلو. ما في شك يعني اللي بيجي هون وبشوف هالكمية كم الهائل من الأشخاص وبحكي معهم وبختلط معهم وشوف اللي بسمع بالخبرة كيف شو مروا في ظروف وكيف يعني تخطوا صعوب وصعوبات ومشيت الأمور عندهم، يعني بالرغم من المشاكل اللي صارت عندهم، يعني بتفائل وبشعر انه يعني ما في شيء مستحيل، وانه الانسان اذا يعني بيشتغل وبجد بالنهايه الا راح يطلع بنتيجه جيده. سر النجاح؟ سر النجاح بتقديري يعني الفكره هي بتكون مهمه، بس في ناس مثلا ما بتتابع، وبس النجاح هو بأنه الواحد يتم ويتابع ويثابر وبالنهاية ما ييأس وبيطلع بنتيجة جيدة. يعني غير اللقاءات الحصرية اللي عم نقولكم ياها من مونتي كارلو، أكيد رح نخبركم أكثر عن كل الأحداث، الجلسات وكل الفعاليات اللي عم تحصل خلال وجودنا بمونتي كارلو مع إرنست أند يانغ.